يا مساء البطاطس على كل جماهيرنا. معلش تفكيري على طول اكل، انا اسفه. ايوه بس ما تبقاش بطاطس، جمهورنا يستاهل مارون جلاسيه، يستاهل تفاح، يستاهل بيتي فور. البطاطس برضو حلوه، البطاطس برضو حلوه، الفرايز برضو يستاهل حاجه كده جامده، حاجه يا ما اصل مش عايزه مارون جلاسيه عشان هي هنا فرنساوي. لا هي يعني الناس حاولت تديها يا مساء البطارخ. بطارخ، بطاطس، يعني كلها واحد. يا مساء العسل على كل جماهير نفسنا الحلوين، الجماهير اللي خلاص بقينا احنا وهم ناس زي بعض وبقوا منافسين زيهم زينا. مساء الورد على كمان جمهورنا الجميل اللي معانا قاعد دلوقتي في الحلقه. يا مساء الشياكة على هيدي الليدي، وكمان مساء الجمال على لاديفا، ومساء الكوميديا والضحك والقلب الأبيض على الملكة بدرية. أوبا، لأ لأ ماشي يلا بدر بدر. دي بقى اللي قلتلك عليها دلوقتي اللي هو بلاش بطاطس وخليها مارون جلاسي، ده موضوع حلقتنا. كملي بقى. ماشي، أنا قلت بطاطس عادي يعني. ايوه طبعا، ايوه الواحد لازم يبقى طبيعي بصراحه طبعا. يعني موضوع حلقتنا النهارده عن المظاهر الكذابه. الحقيقه ان احنا كل يوم بنقابل ناس في حياتنا كده، طول ما انت ماشيه بتقابلي ناس بتحب تعيش دور مش دورها، ودايما يعني عايشين في مجال كده مش بتاعهم، بس الحقيقه ان في ناس بيليق عليهم ده، يعني هم اصلا ناس هم كده، هم المظاهر لايقه عليهم لان هم اوريدي دي حقيقتهم، لكن في ناس تانية بتتصنع ده. الحقيقه بقى ان الناس دي انا بقى يعني مش بقول لهم يا جماعه بطلوا، لا عيشوا انتوا بجد كوميديا العصر، بجد بيطلع ضحك منهم غير طبيعي. اللي هو الناس اللي هم ايه مالهمش فيها، وبعدين يبص تلاقي موضوع ضحك فعلا. فيهم ناس بيبقى دمهم خفيف جدا، وفيهم ناس بجد عايشين الدور بشكل كوميدي قوي. يعني لطفا كده بينا شويه ارحمونا. ايوه لو بس النيه تصفى وروحك تبقى حلوه واللي عليك تعمله، هتلاقي الدنيا هادفه وطريقك خطوه خطوه قادر تكمله. يا عيني. بس يعني شوفي مثلا انت بتقولي مساء البطاطس، مالها البطاطس؟ مش عارف ليه يجي يقول لك فرايز. اوه ليه فرايز؟ ليه مارون جلاسيه؟ طب ما تخليها كيك. كيك كيكه كيكه. ففي ناس فعلا يعني وتحب تحبطك، تبقى انت على طبيعتك وبتتكلمي والله والحياه جميله وانت مستمتعه تقول اوه ايه اه اه لا 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 بجد. عارفه بحس ان انا بقيت نفيخه. بقيتي ايه؟ نفيخه، اتنفخت. سيب كل واحد على طبيعته، الطبيعي يكسب على فكره. صح. في ناس بتفتعل، بتفتعل كل حاجه، حتى بتفتعل بتتمنظر باللغه. يعني في ناس ممكن تكون ما بتتكلمش لغات اصلا، لكن هي قاعده مصره ان هي تتمنظر باللغه، حافظه كلمتين بتنطق يعني نطقها كويس الحال يعني، فبتقرر ان هي قال يعني متخرجه من مدارس انترناشونال مالتي ناشونال كله ناشونال في ناشونال. على فكره مش عيب خالص لو احنا ما بنتكلمش لغة، لو عاشت طبيعتها هتبقى جميلة جدا. الثقافة ملهاش أي علاقة باللغة، أنا ممكن أكون إنسان بكلم العربي بس ولكن مثقف جدا جدا جدا. أيوه مثقف جدا جدا، يعني عنده ثقة في نفسه. صح. ده مهم جدا. معظم الناس اللي بيعيشوا في المظاهر الكذابة إن هم عندهم عقد نقص، عاملين زي الصفيحة الكبيرة كده البيدون. لا بجد والله هي اسمها كده بالظبط، هي اسمها كده. عارفة هي جاية من البيديتي؟ لا لا زي صفيح الكبير قوي قوي. بتعمل صوت جامد جدا جدا جدا، لكن من جواها هواء فاضيه مفرغه خالص، فبتعوض الفراغ اللي جواها بالمظاهر الكذابه. فايه وسبحان الله ربنا بيرزقهم بفلوس كتيره قوي قوي قوي، ده رزق بقى بتاع ربنا. بسفه بغباء بيعوضوا النقص بالمظاهر الكذابه. اغلى لبس يجيبوه وممكن ما يكونش لايق عليه خالص ولا شبههم خالص، ولازم يسافروا كل سنه للبلد
انا رحت مع بابا وماما مش بابي ومامي عشان ولفينا اوروبا. لا يا ريت بابا وماما دي بتقلب على دادي. اوكي. لا الافواره بقى. مام وداد. وداد. أيوة. ومام. عايزه اقول لها يا بنت الداد ده انت يلا. في ناس مثلا دول ناس يعني يقدروا في ده ويقدروا يعملوا ده، وارثين اشتغلوا نجحوا بقوا اغنياء كان معاهم فلوس وات ايفر، هم بيعيشوا في جو من المظاهر بس مش كدابه لان هم يقدروا ده كان افورد. في ناس بقى انا كنت عايزه اقوله في ناس بقى ثواني بس اكمل لك نقطتي تفهميني. في ناس بقى زي كان نوت افورد وبيعملوا ايه بقى؟ بيروحوا يشتروا الشنط السنيه المضروبه، التيشيرتات البولو والمش عارفه والبربري والمش عارفه ايه الشنط الايف سان لوران كله مضروب. رجاله وستات بتنزل تشتري الحاجات اللي هي تقليد او بتشتري الحاجات بواقي التصدير اللي ملطوع عليها البادج دي بقى مظاهر كدابه. ليه؟ لان انا ممكن ابقى لابس حلو جدا وشيك جدا ولايق عليا جدا ولكن من غير ما يبقاش ماركه خالص على فكره، ملوش اي داعي. هاو تو بي سمارت بالظبط ده مهم جدا. بالزبط. ازاي الواحد يبقى بسيط وشكله حلو وفي نفس الوقت الشياكه مش بالحاجات الغاليه. ممكن قوي قوي رجاله يلبسوا جينزات وهم رجال اعمال ومعاه ان هو يلبس افخم واشيك حاجه بس بيلبس العملي نازل شغله حاجه عمليه مش لازم يلبس لي بدله سينيه بكرافته سينيه علشان يبقى والدبوس والزراير حاجات غريبه جدا جدا. وبعد كده غير كده بيحب ان هم يكونوا مصدر جدل عشان يكونوا تحت الاضواء. ليه؟ عشان ايه؟ عشان عندهم نقص وعدم ثقه في النفس. بالزبط. على فكره احنا برضو علشان محدش يفهمنا غلط مش بنقول على النوعيه دي او احنا بنعيب في النوعيه دي، لا في ناس كده وحياتهم كده وعيشتهم كده وهم احرار في كده، انما احنا بنقول على اللي بيقلد علي بيه مظهر يعني اللي هو مش هو مش عايش هو مش عايش نفسه. يعني احنا بنقول دايما عيش انت عيش نفسك عيش حياتك، لكن في ناس انا بقابلها فعلا زي ما هيدي قالت بتجتهد علشان تبقى ماسكه شنطه سنيه او ماركه. طب ما عادي شنطه ب 100 جنيه ممكن تمشي عليكي وتبقى تمام وعمليه، ليه بتجتهدي وليه ممكن تروحي يعني تعملي حاجه علشان تجيبي الشنطه؟ ليه؟ انت عارفه بدريه برضو ان الموضوع يعني مش كتير بيكون مرض نفسي قد ما هو بيكون اللي قدامك ساعات بيكبرك انك تبقي بني ادم مزيفه. طب يا جماعه تعالوا نطلع نشوف تقرير الخطيب ونرجع تاني، استنونا يلا بينا. انت برنامج ايه؟ هتسالني عن ايه؟ انت مش شايف انا برنامج ايه؟ انا اشهر برنامج في مصر، ممكن تقربي هنا؟ انا شايفه كل شويه عماله تقلع حاجه وتديها لصاحبتها، تقلع حاجه ربنا يستر. ده هو الخير على قدوم الوردين. انت حران؟ شوية كل شيء هتغطس؟ لا ايوه شياكة والله ربنا يخليك الله يسألك حاجة. طب ده عشان لما تغرقي بس انا يعني عشان نازلة اجيب اي حاجة فخفيف يعني. ايه رأيك في الناس اللي هي بتهتم بمظهرها اول درجة ان هي ممكن ما تكونش معاها جنيه في جيبها بس المهم الساعة تبقى بكام الف والحاجات دي؟ ممكن اجيب ساعة بس ما تكونش يعني اوفر قوي برضه تبقى معقول. كام مثلا؟ ممكن 5 مثلا يعني لو انا معايا 10 ممكن. وساعة موبايلك يا اختي وقفت؟ معلش برضه لازم ابص في الساعة كده. لازم اتفشخر في الساعة. بتتفشخر؟ مش قوي يعني. مثلا ممكن تتفشخر بكام؟ مش بكتير يعني. هل ممكن تدفعي فلوس في حاجات غاليه جدا؟ لو حاجه حاسه ان هي واو مش هلاقي حد لابس زيها هجيبها. كنت تمشي مفلسه؟ عادي. تحب الفشخره يعني. موبايلك عامل ازاي وريني اهو. اللي يبص على موبايلك ما يبص على تيشرتك. ليه؟ ما هو التيشرت مقرح. ليه يعني؟ ما والله العظيم يعني جاي موبايل غالي والتيشرت عامل ازاي؟ عادي يا اخي اكسي نفسك. ليه صاحبتك بتتفشخر عليكي تقول لك يو ار سو بريتي وانت مثلا ممكن تقول لك انت جميله خالص؟ الواحد زي عيشه اهله من الاخر. احرجني ايه ده؟ هتجيبي لي جلطه مش لاقيه تاكلي ورايحه تجيبي ساعه ب 200,000 درهم؟ تناكس. نحكم عليها انها بنت ناس مثلا؟ لا مش شرط. مش شرط؟ مش قصدي. حكمت عليها بايه؟ لا انا ما اعرفش احكم بالشكل بصراحه. هتعامل الاول واعرف الشخصيه دي ايه وبعدين احكم. ده انت عايزه الفيسبوك. لو معاكي 100 جنيه هتجيبي تخرجي بيها؟ لا تخرجي بيها وكده ولا تشحني الباقه؟ اخليها في جيبي. حريصه قوي والموضوع برضو الجنيه بيطلع بيتنادله كتير. حلوه في الجواز دي. بتتفشخري كده مثلا بشنطتك وانت ماسكاها؟ احيانا.
انت ممكن تستلفي فلوس عشان تجيبي صباع روج مثلا؟ اه ممكن تجيبي كل الفلوس اللي معاكي مثلا ايه مثلا عفش عشان تجدديه؟ ممكن اه ليه لا، بس ده فش خالص زياده عن اللزوم يعني. اه مش عارف انت سجلت ايه دلوقتي، ما سجلتش ايه. انا لسه صاحي من النوم يا عم محمد. امشي من قدام. طب انا محتاج حبيبي. محتاج ايه؟ اي حاجه من جوه. اه ده عايز تبرع. وماله لو ليلتنا بعيد وسبنا كل الناس. انا يا حبيبي حاسس بحبي كبير، ماليني ده الاحساس، وانا هنا جنبي اغلى الناس، انا جنبي احلى الناس. اللي ما كانش عنده مرض او داء المظاهر الكدابة، للأسف المجتمع بيفرض عليه انه يبقى عنده هوس المظاهر الكدابة، لانه يعني زي ما شفنا في التقرير واحدة قالت لك لا مش لازم اشتري ساعة بعشرة، اشتري ساعة بخمس تلاف جنيه بس. على فكرة مش شرط، يعني مش شرط خالص تشتري ساعة بخمس تلاف جنيه، ممكن تشتري ساعة ب 200 جنيه وتبقى ساعه حلوه. ممكن ما تلبسيش ساعه خالص على فكره، وتبصي على ساعه الموبايل والساعات اللي موجوده في كل حته حوالينا دلوقتي في العالم. انت لو وقفتي اي حد وسالتيه الساعه كام هيطلع لك الموبايل ويقول لك الساعه. ساعات ليه؟ عشان ليه؟ عشان ساعتي ام 250 الف جنيه استرليني سبتها هيصدقوك في الفيلا في المالديف. لا في جزر المالديفز. اوكي انت قرفانه ليه كده؟ لا متضايقه لان فعلا زي ما هيدي قالت مجتمع مريض، اللي هو ايه معاك كام تساوي كام. صح. ده بقى مرة ايه؟ ما دي مظاهر كدابة. وبيخلوا الناس كلها من بره يعلم الله ومن جوه هلا هلا. ليه؟ من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. لا لا لا. لا بتكلم كده ليه؟ عشان ايه؟ ايه قيمتها؟ انا لما اجي اعرف حد يبقى شيك حلو امور متعلم مثقف بيعرف يتكلم بيسمع موسيقى يبقى في حوار، لكن ايه معناتها ان انا اعرف حتى عشان يجي يقول لي ايه شفتي الساعه بتاعتي، شفتي الجزمه بتاعتي دي سينية تمنها كم الف ولا كم ليه؟ طب تعالوا نطلع نشوف سؤال الجمهور ونرجع تاني. ايه رايكم في الناس اللي ممكن تستلف عشان تسافر او عشان تغير العفش البيت على الموضه؟ انا شخصيا هيدي انا مريت في حياتي يعني بضائقه ماليه او كذا ضائقه ماليه كبار مش صغيرين. انا استلب مر والله وعمري ما استلفت. لا استلفت عشان اسافر، ولا استلفت عشان اغير عفش بيتي، ولا استلفت حتى عشان اعيش يعني، ولا استلفت حتى عشان املى بنزين عربيتي. يعني في اسوأ ظروف كنت بقعد في بيتنا، وانا مريت بمواقف كتير صعبه في حياتي، وفعلا كانت فلوسي على قد عشان اكمل الشهر، وعمري ما استلفت من حد. انا بشوف ان السلف تلف بصراحه، والرد خساره ما بحبوش. في بقى مثل بيقول لك ايه؟ صبري على نفسي ولا صبر الجزار علي. يعني انا اجي على بطني اربط الحزام مش ما اكلش لحمه. لكن ما اخدش لحمه مثلا من غير فلوس من الراجل واقول له بعدين، اتداين وبعدين وانا معديه ايه فلوس اللحمه. فاهمين؟ وليه الظلم؟ المثل ده بيتطبق على كل الحياه بقى. يعني ايه استلف علشان اغير عفش البيت؟ يعني ايه استلف علشان اساء؟ طب دي رفاهية. ليه يعني؟ طب واللي انا مستلفه منه ده ولما يشوفني بغير عفش البيت ومسافره هيقول ايه؟ لا ازاي يعني؟ عشان ايه ما تهش من بعض؟ لسه برضو عندك كلمتي غير ان انا لطيفه. الشياكة بساطة. صح. ومش لازم حد فينا لابس حاجة غالية. صح. خالص 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 لابسين عادي جدا. مش معنى كده برضو اللي مش لابس غالي يعني ده لا، اللي البس غالي براحتك. بس يكون انت اللي جايب حاجتك بنفسك، عندك فائض ان انت تشتري يعني تعمل شوبينج. يعني بالظبط لو معاك الفلوس اعمل ده، ما تقطعش من لحمك الحية عشان تعمل ده. دي بقى المظاهر الكدابة اللي بالزبط. احنا بنتكلم فيها. طيب يا جماعة نطلع فاصل ونرجع نكمل على طول بعد الفاصل، استنونا. النهارده ممكن تبص تلاقي واحد رايح جايب موبايل وهو فعليا عامل جمعيه عشان يجيبه. هتطلع من الحلقه دي جايلها عرسان قد كده وكلهم اغنياء. يا موكوسه يا اللي مش عايشه نفسك. صح. يا موكوسه يا اللي عايشه كدبه ومظاهر كدابه. فهم مش قادرين ينزلوا بمستواهم الاجتماعي قدام الناس، يعني ممكن في بيتهم يبقوا مفيش اكل في الثلاجه غير عيش وجبنه، وهو بره عايز يحافظ على المستوى ده.
كمان من الحاجات برضو اللي يعني ظهرت برخامة قوي فكرة مودة الموبايلات. انه في براند معين كده لمع الفترة الاخيرة وبقى كل الناس شايلاه واي حد بقى يعني مع ان البراند ده تحديدا او الموبايل ده بالذات لازم يبقى حد يعني ناس شغالين شغلانات معينة قوي اللي تمسكه. رجل اعمال ممثلة مطرب مش عارف ايه. النهاردة انا ما عنديش الموبايل ده عشان بيعرف ما عنديش الماركة دي ما تفهميش ليه. النهارده ممكن تبص تلاقي واحد رايح جايب موبايل وعلى فكره الموبايل ده ثمنه عدى ال 20,000 جنيه تمام. رايح يجيبه وهو فعليا عامل جمعيه عشان يجيبه. يا عم يقول لك لا انا هقبض اول واحد عشان حاجز الكذا في المحل الفلاني فانا لازم اخده وعندي قسط. قسط يعني انت عامل جمعيه ب 20,000 بدل ما تعمل جمعيه ب 10,000 جنيه عشان تجيب شبكه تشبك تجيب دبله ومحبس. لا انت راح تعمل جمعيه علشان تجيب الموبايل البراند الفلاني وفي لحظه الموبايل يقع يتكسر وحياتك تضيع مع الموبايل. الموبايل ده لو جاب شاشه انت ضعت انت مت انت اتجلطت خلاص. انت شفت كده اللي اسهمه بتقع في البورصه انت تبقى عامل كده بالظبط وحياه ربنا. انا ساعات بتباهى اني اشتريت حاجه حلوه قوي بسعر رخيص جدا. ايوه بتباهى جدا بحس اني ذكيه. انا بقعد اقول ده انا طلعت عين البياع. لا من غير ما تفصلي ان انت روحتي مكان اشتريتي الحاجه الحلوه من الشرط تكوني بتفصلي برقم انت معقول جدا يعني ان انت ذكيه وشاطره وناصحه. في محلات على فكره حلوه قوي واتمنى معقوله جدا جدا صح. وفي محلات افتكر ان هي معموله مخصوص للناس اللي عايزين مظاهر كدابه. بس بقى في ناس يعني بيصعبوا عليا وبحس بجد ان هم غلابه لانه في ناس بتكون كانت اساسا مولوده في مستوى اجتماعي معين ومولودين فعلا في بقهم علقه ذهب زي ما بيقولوا او كانوا اغنياء قوي او كان رجل اعمال ناجح قوي والدنيا دوام الحال من المحال فاتقلبت الاحوال واللي فوق بقى تحت فهم مش قادرين ينزلوا بمستواهم الاجتماعي قدام الناس. يعني ممكن في بيتهم يبقوا ما فيش اكل في التلاجة غير عيش وجبنة وهو بره عايز يحافظ على المستوى ده فبيكافح وبيستلف وبياخد قرض من البنك وبيبيع مش عارفة ايه وبيحط اخر جنيه في جيبه لمجرد انه يخرج الخروجة اللي كان متعود يخرجها مع اصحابه مع مراتات اصحابه. فهو غصب عنه مضطر يحافظ على المظاهر الكدابة دي لانه مش انه هو عايز يعيشها هو مضطر لانه يعني مش عايز يشوف نظرة يمكن العطف او الـ يمكن ان هو شايف عدم احترام او واتفر من الناس اللي حواليه. يلا نطلع تقرير مع علاء ونرجع. اهلا وسهلا بيكم وحلقتنا النهارده بعنوان المظاهر الكدابه. في مثلا بتقابل ناس بيبقى معظم الكلام اللي في بقه انجلش وهو معوش يجيبه 8 جنيه بقى ايه بقى روش زي اللي هو هاي ممكن نروح اتش ان ام نروح بريش كا وهي بتشتري كياس فاضيه عشان تحط جواها اي هدوم من الوكاله. عارفه الناس دي؟ عارفه. بتقابلي ناس من دي كتير كتير زي احنا اصلا جامعتنا كلها كده بقى. في بنات بتقول يا بنتي بنتي ليه بقى بتعملوا كده ليه؟ علشان يبان ان هم عسل. ان هم عسل؟ لو قالت يا بنتي هتبقى بنت كام؟ انما لو قالت يا بنتي ايه ده بتدي بيئه كده ليه؟ لكن لازم تتقالي ازاي؟ بنتي بنتي بنت حبيبتي ايه يا مان ايه يا سميلي تعمل ايه؟ ايوه وبرده الموضوع مش اعرف مش ينفع مش ينفع يا بيبي انت وحش انا زعلانه منك. في انواع من انواع الستات تحب جوزها مثلا لما يجي يروح كافيه يقعدوا مع بعض تحب لازم مفتاح العربيه يبقى طالع علبه السجاير الاغلى حاجه اللي هي ب 50 60 جنيه العلبه لازم تبقى محطوطه البرفيوم اللي هو معدي ال 6000 جنيه لازم يترش لازم ما اقدرش يا محسن لازم تخش الناس كلها تعمل كده بالله تستغل بس الموضوع ده عشان تاتراكت البنات فاهم يعني انا اطلع المفتاح برفيوم يترش امشي من جنبها كده فاهم ليه اعلانات المزيل العرق دي عارفه بنات كتير ما بيعجبهاش غير الولد لا الولد ده كده اللي هو لازم الولد يبقى
اللي هو اقول لك على ستايلش بقى وفلوس بقى وكده والشكل والبادي بيلدينج. في رجاله بتستنى شهور الصيف عشان يروح 3 شهور الجيم عشان خاطر يشد العضلتين ويقلع مال. شو عارف احمد حلمي لما طلع من الميه وقعد هو فكر نفسه كده فالبنت مش هتشوف. ايوه بس في بنات تانيه تقول واو شفتي يا راندا شفتي عضلته وهي بتلعب شفتي السمانه يا علاوي. وفكره الموبايل مثلا اللي هو زي يبقى معاه ايفون ايفون عشان لسه انت البنبو يعني عايزه تيجي بس ليا والله مش عشان مظهر يا مش عشان مظهر لا 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 مش تبين التفاحه التفاحه دي انت مش شايف الطرحه اصل في بنات بترشقها هنا لا 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 بتلاقي عيني السكرينه بتتكسر من العرق لا 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 عارف ليه بتفتحوا بقكم في الاكله يعني هو عايز ياكل بيتزا بيتزا ليه بقى ما هي بيتزا لكن بيتزا يعني ليه بتعملوا كده؟ ما بتعملوا برجر برجر؟ انت ممكن تبقي من الناس اللي هو ممكن يحوش له 10-15 الف جنيه عشان يجيب له تليفون معين. انا عايزه اقول لك انا فكرت اعمل كده عشان كان في كوتش معين عجبني فايه انا كنت خلاص بقى جبت بقى اللبس بتاعي وخلاص بقى مش هديني تاني فعمال اقول اعمل ايه فكرت احوش. انا عايزه اقول لك حوشت 600 جنيه تاني يوم نزلت صرفتهم في كافيه. في كافيه؟ روحتي ندمانه ولا انا مبسوطه باليوم؟ هو ما ندمتش عشان خلاص بقى انا قعدت قعده حلوه خالص. واحنا اتشرفنا ان انت كنت معانا النهارده. ربنا يخليك. نورتيني يا رنا. شكرا. والله يا بنتي الله يفتح عليكي والله بجد بنت حقيقيه وبنت عايشه نفسها وبنت عايشه الواقع. بصي بس طريقه كلامها مين بقى يتقطع لسانه نصين كده اللي يقول عليها بيئه ومش عارفه ايه خيبه. اعملي زيها وعيشي نفسك. دي هتطلع من الحلقه دي جاي لها عرسان قد كده وكلهم اغنياء. يا موكوسه يا اللي مش عايشه نفسك صح. يا موكوسه يا اللي عايشه كدبه ومظاهر كدابه حياتك صح. كلها كدب. انا ما اعرفش انت مين بس هجيبك. طب ايه فاصل ونرجع استنونا. ضيفتنا النهارده صوت جميل جدا جدا وموهبه قويه جدا جدا. كانت صوت من اصوات وموهبه من مواهب ذا فويس. احنا قاعدين لحد ما تكبري وتبقي صاحبه موهبه وهتقلعي معانا. ده فريق حسين ده فريق البلاليه وفريق الدلاليه يعني. ورجعنا كالعادة وربنا ما يقطع لنا عادة لفقرة الضيف. وضيفتنا النهاردة صوت جميل جدا جدا وموهبة قوية جدا جدا. كانت صوت من أصوات وموهبة من مواهب The Voice. هنقعد معاها ونعرف عنها أكتر ونعرف عن ماضيها وعن مستقبلها. معانا النهاردة المطربة أميرة بوزيد. يا بتاع الامير يا مرمر يا مرمر. اميره اولا منوره نفسنا ميرسي. واحنا مبسوطين بيكي وعايزين نعرف بقى انت ازاي اكتشفتي ان صوتك حلو. هو بصراحه مش انا اللي اكتشفت، هي مامتي اللي اكتشفت وانا صغننه كده. طبعا كانت ملاحظه ان انا بغني مع الاعلانات الحاجات بتاعه البيت دي بقى، فخدتني على كورال اطفال الاوبرا. كان سليم سحاب المايسترو الكبير طبعا لسه جاي مصر وبيعمل كورال الاطفال. اول تاسيس كنت انا فيه والدكتور رتيبه الحفن فودتني كورال الاطفال. كان عندي تقريبا 8 سنين او 9 سنين ورحت واشتركت. وكان فاكره جدا والله كانه امبارح. كنا قاعدين قاعده انا في اول صف او في تاني صف ودكتوره رتيبه بتعدي بين الله يرحمها بين الصفوف عشان تسمع الاصوات مين ينفع سوليست. فسمعتني فعلى طول من اول يوم واول حفله كنت انا سوليست مع المايسترو سليم سحاب. فانا من هنا طبعا بوجه له رساله شكر لانه هو اول واحد بصراحه قدمني فليه فضل كبير قوي قوي عليا. في حاجه كمان انا كنت بقول فين. لا بتهزري؟ عشان انا عندي هنا فلجة. انا كنت كده وانا صغيره. فطبعا دي كارثه بالنسبه لواحده تطلع تغني تفثث مش هينفع. فكان بيقعد معايا كل يوم ساعه. كنا بنتمرن كل جمعه ساعه بعد ما نخلص خالص يحط لي قلم ورا سناني عشان يعلمني ان لساني يبقى ورا سناني. فدي حاجه تانية برضو كبيره جدا كان زماني دلوقتي هو الخير. بس بوسه على الاخر يعني. امير ابو زيد خالف.
كلمينا بقى عن برنامج ذا فويس، ومين اللي شجعك ان انت تقدمي؟ هي فكرة المسابقات دي كانت بعيدة عن خيالي كل البعد خالص، بس برنامج ذا فويس بصراحة انا شايفة انه الناس كلها شايفة طبعا انه بيبقى فيه اقوى الاصوات بجد، بتبقى أصوات ناس بتغني بجد غير أي برنامج تاني، احترامنا لكل البرامج طبعا. مش أرب جوت تالنت ولا حاجة تانية، هو متخصص في الصوت، أصوات يعني أصوات وبس يعني زي ما بيقولوا. حتى المرحلة بتاعتنا الأولانية كان اسمها الصوت وبس، صح. فده شجعني، وبرنامج طبعا ضخم، فأنا كنت ضد فكرة المسابقات، بس طبعا بضخامة الإنتاج وشوفنا السيزن اللي قبله واللي قبل فتشجعت وقلت خطوة عشان طبعا هنا صناعة النجوم صعبة شوية جدا، فروحنا بقى نتبهدل شوية. عايزين نتسلطن، يلا قولي قولي يا مستمد. بتحب تغني لمين؟ أنا بحب أغني الوردة، أحب أغني لأم كلثوم. بتغني لولا الملامة؟ طبعا بحبها. طب بس دي صوت عريض، قولي لها ليه حلوة برضه، قولها عشان خاطر هدي. يلا يلا تغني لي حتة، وهنغني كل حاجة، احنا عايزين نغني. شوفي اللي انت عايزة. لولا الملامة يا هوى، لولا الملامة لفرد جناحي على هوى زي اليمامة، وأطير وأرفرف الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء، وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى، وأنا بخاف الملامة، وأنا بخاف الملامة وأحمل ملامة. بنوتك اسمها ايه بقى؟ اسمها كندا. كندا كندا حلوه نلعب بقى. ماما معانا هي كندا، ده في مسج فظيعه من كندا بعتها لك رساله بتقول لي يا مامي لما تروحي النفسنة النفسنة قولي للمذيعات ان انا كنت عايزه اقلع معاهم، بس انا النهارده مش فاضيه. انت الاول مش مربيه كده، انا اقول لك تغني وترقص، احنا قاعدين لحد ما تكبري وتقلعي وتبقي صاحبه موهبه، وهتقلعي معانا صاحبه موهبه، دي نجمه المدرسه. بتغني وبتمثل وبترقص وتعمل معايا انترفيوهات. لا 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 ما تيجي نلعب بقى عشان ربنا يخليك. يلا كده عشان نلعب بقى، هنعمل فريقين. يلا انت ويدي وبدريه وندى. احنا فريق. انت انا الحكم. شفتي بقى احنا فريق الابطال. اوكي طبعاً. احنا سمينا ايه الجو طبعاً. بتاع السبعينات لا معلش 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 ايوه ايوه انت جونيور، انتوا سموا نفسكم فريق ايه؟ انتوا فريق اي حاجه؟ احنا الشباب فريق بمناسبه المظاهر، احنا فريق هسندا. لا هسندت ايه، حرام عليكي، فريق الكابورتات. الباكابورتات انت هتبقوا فريق مش عارفه، هو قال لي الباكابورتات يعني انا ايه وانت ايه؟ البلعات يعني بلالية. فريق البلالية وفريق الدلالية. الدلالية ماشي. لا هنسمي نفسنا فريق الكوين. اوكي فريق الكوين. مش كاتبه حاجه؟ لا هي الكوين. لا اي حد يقدر يبقى كوين. لا اي حد لا 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 انا مفهمه الراجل اللي بيكتب. ما حدش يكتب، احنا اسفين. فريق الابطال وفريق الكوين. اوكي اتفضل. نبتدي فريق اميره. ايه هي عاصمة تايلاند؟ لا لا ايه دي ايه يا ابطال فرحانه شيشيها نار ابيض. انتوا الاثنين فريق واحد. ايوه ما انا بفكر ببص لها يمكن نعرفه. انتوا تعرفوا؟ لا 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 ايه ده، لا الحمد لله هم كمان مش عارفين. لا لا ما حدش عارف. طب الحمد لله هم كمان مش عارفين. السؤال اللي بعديه، السؤال اللي طب انا هنعرف الاجابه ست الحكم. بانكوك طبعا عارفاه. يا سلام وتشكي اخس. صفر صفر. صفرين. فريق حبيبتي. ما شفتش تستعجليش. يلا يا ندى والكوين. يلا عاصمة الجزائر دي بقى سهلة. استنى والله طوا طوا ساج. عارفين ايه؟ عارفين طهران. ايوه طهران حاجه كده بالطه. ايه ده ده ضيا خالص. لا 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 وهران وهران وهران. نو 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 استنى
حد يخششته. الجزائر. ايوه والله الجزائر. الحمد لله صفر صفر صفر. انا بكمل عواصم كده كتير. اه انا مش عايزه عواصم. طب ممكن الفقره دي ناقصنا عشان احنا هنطلع منيح قوي. لا 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 السؤال اللي جاي فريق أميرة ادوا دول الإجابات نحفظها وبعدين ما معلش شككوا مش هينفع نطلع وأنا شككوا وحش قوي. لكن أنا جاي أغني أنا جاي أغني. لا لا أميرة يا قولي سؤال أميرة. عاصمة هولندا دي سهلة. أمستردام. برافو. أمستردام كل الولاد يروحوها وكل الرجالة يروحوها. ايوه واحد صفر كل رجاله. انا رجاله. واحد صفر. فريق بدر كله عواصم كده. الكوين. اوكي عاصمه الهند. مومباي. نيو دلهي. برافو. اخدتها سنه سته. قلبك اسود قوي كده. واحد واحد. اخر سؤال اللي هيجاوب عليه الاول هو اللي هيكسب. عواصم برضو. احنا ورانا حاجه ليه كده ليه كده. عاصمه الصين. بكين. برافو. ثانك يو. انا قلت بس بتقطعوا عادي. يس. 1-0. 1-0. لا افتكر. لا افتكر. 2-1. 2-1. 1-1. احنا كسبانين. طيب دلوقتي قبل ما نقعد نسمع صوت اميره نطلع فاصل ونرجع. هي عايزه تعيش حياتها كده حتى مو بس. عملتي أغنية سينجل قبل كده؟ تشرف أي حد عشان راجل بجد. لو وسط النار تسد عمرك ما تجيب ورا. كسبوا التاني مرة. الحمد لله. ما تنسوش إن أنا السبب في نجاحكم. عملتي أغنية سينجل قبل كده؟ ايوه عملت غنوه بعد ما رجعت من البرنامج تقريبا 8-9 شهور. اسمها كانه ما كانش. انا اللي انتجتها ومزيكا خدتها اكسكلوسيف من تاليف الشاعر الكبير جمال الخولي والحان محمد نور ميدو. واما ميدو طبعا بوجه له برضه تحيه لان هو ساعدني كتير جدا جدا في الغنوه دي. بس وتوزيع زوم. وعملتيها كليب. عملتها اللي هو الفيديو ليركس اللي هو كل الناس بتعمل كده دلوقتي. سيشن تصوير. سيشن وبينزل والكلام بينزل على على الغنو. نلعب. هنلعب بقى. نلعب بقى. انتوا فريقين برضو. هم حاجه غيركم. حكم بقى براحتك. الله. اما انت ما بتلعبيش بس مش عواصم ولا جغرافيا. هنلعب افلام. حلو كلام. كل واحد يمثل زميله. يعني انا امثل اميره. ايوه. وبدريه تمثل ندى. لا انت مثلي لي والنبي يا اختي مش قادره تعبت تمثيل. حاضر. معلش معلش تعبت. ارجوك تعبت. لطيفه يا واحد. يلا هبدا انا. فضلك. اوكي ركزي امير معايا. معاكي اهو. اربع كلمات. فيلم. اوكي اعملوا لنا تايمينج. طيب اوكي اخر كلمه. اول كلمه. اربع كلمات. اوكي اول كلمه. انت. انا اضرب. انا فوق. على. قتل. انا اللي قتلت الوحش. يا بنتي مش انت اللي بتجاوبي. انت عبد يا بنتي في فريق تاني. هي اللي لازم ترد عليها. لا اله الا الله. لا اله الا الله. يساعديهم ينتصروا عليها. مستغربه ان احنا لا 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 هلغي الفريق بتاعها. لا ديفا مش كويس. ايه ده مش كويس والله ما واخده بالي. انا قتلت. ده وحش فعلا زي ما قالت. هو انا اللي قتلت الوحش. يا بنتي ما انت. اوكي اوكي تعبان. انا اللي قتلت الحنش. الحنش. انا اللي قتلت الحنش. هو كان في حنش. انا اللي قتلت الحنش. ما كانش فيه وحش اصلا. 1-0. انت هتقولي لي تتمطعي. انا انت بتعملي ايه؟ بس تمطع ايه؟ لا دي مش اللعبه. استاند باي. يلا يلا اميره. مين اللي هيمثل؟ انا نخلص الفيلم. اربعة. اول كلمة. يا حبيبي روحي حبي. تالت واحدة. محمد منير. يا حاجة. يا فوق. يا تحب يا تقب. برافو. ميرسي. احنا كسبنا برضه. عارف عامل زي اللعيب اللي بيجيب جول في نفسه. احب اقول لك هم الفريق اللي واخد النقطتين. ايوه
طبعا خدوه ازاي؟ بسببك. طب لحظه ركزي بقى معايا عشان يعني استني احنا مش هنقول بقى احنا نطلع انصح طبعا يلا مسرحيه لا انا ما بعملش معايا كده ما تعمليش معايا اللعبه القذره دي لا اوكي دكار قديمه كلمه واحده اتلسعتي السخن السائع لهليبو ايوه كده بقى ايوه دي لا طب انت عارفه لما انت كده لخبطتيني لما قلتي مسرحيه انا قاعده كنت هقولها الهمجي مثلا لا يا ريت بقى من 2-1 2-1 ايوه ما لهليبو مش مسرحيه يلا فيلم ما كانت غيرك قديم ولا ايه من نص نص ثلاث كلمات الكلمه الثالثه كاسكتة ظابط اربع بنات وظابط الكلمه الثالثه شورت وفانيلا وكاب جندي فاضلك مره جيش جندي جيش اه ها الكلمه الثانيه نو جاي نو اسمعي ياسين في الجيش انت محايده يا لطيفه واحد اتنين تلاته اربعه خمسه تايم علاش دخل الجيش برافو هادي برافو اميره ايه كسبوا التاني مره الحمد لله ما تنسيش ان انا السبب في نجاحكم صراحه احنا مالنا يعني اللي هتبدون نصاص فضربت تضربني لا الحلقه خلصت هنروح وده شيء يعني يزعل فاحنا هنختم الحلقه باحلى صوت ممكن تسمعوه قبل ما تناموا صوت اميره ونسمعها كده في حاجه شعبي تفرفشنا قبل ما ننام لو جبنا سيره الجدعنه اسمك لازم يتقال صاحب اللي بيه بفتخر من يوم ما كنا عيال ما مال ايام تتعبوا عمره ما بص شمال في الشدة راجل جدع واقف كمال الابطال والدنيا ما مدته ما يغيروش المال لا عمره من اشتكى وعمر قلبه ما شال تشرف اي حد عشان راجل بجد لو وسط النار تسد عمرك ما تجيب ورا كبر باللي منك جدع من صور سنك مقدرش استغنى عنك حبيبي وربنا وبحبك يا صاحبي من وانا لسه بحبي وانا مسنود عليك اخويا وحبيبي في الاوجاع طبيبي حلوة حياتي بيك طب الرجولة معمول عمولة على قد جسمك لو غبت حتى في اي حتة كفاية اسمك لو غبت حتى في اي حتة كفاية اسمك كمذيعات مش بنتاخر اللي بيتاخر المخرجه البروديوسر اللي أيوة بتاعتي صح. يلا انما احنا كلم بك الو ايوه مساء الخير مساء النور لو سمحتي يا فندم انا غسلتي باظت يا ليه كده والله مش عارفه انها لسه جديده خالص على فكره هي لسه في الضمان فرحتي ما
مفيش، ده هو يومين، ده يومين واكون خلصت لك الموضوع كله، مفيش اي حاجه يا باشا، ده تخلص، ده احنا 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 صنايعيه وجامدين قوي وفاهمين وفي شغلنا من زمان يعني. محمود محمود طيب يلا يلا لا يا سيدي معايا 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 قول معايا عشان نفرقع معايا يلا نفرقع سوا. مستنيكم.